تداعيات الملف الروسي لا تزال تتفاعل في الكونغرس من تصويت مجلس النواب على مشروع العقوبات بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية مرورا بمثول صغر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أمام لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب لمساءلته حول اجتماعاته بمسؤولين روس ووصولاً إلى إصدار اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ مذكرة استجواب بحق مدير حملة ترامب الانتخابية السابق، بول مانافورت، على خلفية علاقاته مع روسيا نريد من مانافورت الحضور إضافة إلى ترامب جونيور وغيرهم ما نحاول فعله هو التعاون معهم وإعطائهم خيارات لكننا لن نتساهل مع التردد والتلاعب بلجان الكونغرس الجلسة التي تم استدعاء مانافورت لحضورها هي نفسها الجلسة التي دعي نجل الرئيس الأمريكي دونالد جونيور لتقديم إفادته فيها إلا أن دونالد جونيور يتعاون حاليا مع مجلس الشيوخ، ما يعني أنه قد لا يمثل أمام اللجنة. أنا مقتنع بوجوب إصدار مذكرات استجواب بحق بول مانافورت ودونالد ترامب جونيور وكل شخص شارك في اجتماع التاسع من العام الماضي في يونيو، ليس فقط لتقديم إفاداتهم أمام اللجنة القضائية بل لتوفير وثائق كذلك. وفيما تستمر تحقيقات الكونغرس في ملف احتمال حصول تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية، والدعم الكبير في مجلسي الشيوخ والنواب لمشروع العقوبات الجديدة على روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الأمريكية، يواصل الرئيس الأمريكي هجومه على وزير العدل جيف سيشنز بسبب قراره التنحي عن التحقيق في الملف الروسي. اريد من وزير العدل ان يكون اكثر شده في تعامله مع التسريبات الصادره عن وكالات الاستخبارات التي تقوم بتسريبات على مستوى هام وبشكل غير مسبوق لا يمكن لنا ان نسبح بذلك فهذه هي وكالات الاستخبارات انا اشعر بالخيبه تجاه وزير العدل ولكننا سنرى ما سيحدث وحده الوقت كفيل بذلك أبرز بند في مشروع العقوبات الجديدة على روسيا يتطلب من الرئيس الأمريكي إبلاغ الكونغرس والحصول على موافقته في حال قرر رفع هذه العقوبات عن روسيا رنا الحرة الكونغرس